نعطي إشارة انطلاق السنة الرياضية الجامعية 2024-2025 مع زميلي وزير الشبيبة والرياضة، تكملة لبرنامج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي أعده مع مصالح وزارة الشبيبة والرياضة من أجل خلق بيئة رياضية لإبراز رياضيين على المستوى الوطني والدولي، وكذلك صقل الطاقات وتوجيهها لكل ما هو نافع وناجع من أجل رياضة جامعية لإشعاع الجزائر المنتصرة. سعيد بتواجدي مع السيد وزير التعليم العالي لإعطاء انطلاق السنة الجامعية لكل الرياضيين تاعنا. أكيد تقعد وزارة الشباب والرياضة في الخدمة، ونقعد دائما في انسجام مع وزارة التعليم العالي لإعطاء يعني دفعة أخرى للرياضة الجامعية، وبالتوفيق لكل طلاب وكل الرياضيين. التألق في الرياضة ما يمنحش أنه تألق في الدراسة، لازم على الرياضي أو الطالب التوفيق بيناتهم، ونشوفوا أنه كثير من الرياضيين نخبة اللي راهم عندهم مستوى دراسي جيد، وهذا الشيء يشرف ويساعد أنه اللي يدرسوا والطلاب يتفائلوا باش يمارسوا الرياضة. نعرفوا بلي الرياضة الجامعية تساعدهم أيضا في المنافسات، خاصة لتحضير المنتخبات تاع الفرق الوطنية.